السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وليدات بلادي. برنامج وليدات بلادي كيجيب لكم مواهب من المغرب كامل، وليدات صغار ولكن المواهب ديالهم كبار بزاف. ما كيجيوش بوحدهم، كيجيو معهم والديهم خوتهم وبعض المرة كاع الأساتذة ديالهم. بلا ما نطول عليكم نستقبلوا أو قبل ما نستقبلوا الموهبة الأولى معنا اليوم هيبة، نمشيو نشوفوا واحد البورتري خفيف عليها ونرجعوا، خليكم معنا. الاسم ديالي هبة، صدر العمر ديالي 12 سنة، كنت المدينة إموزدار قندر. الموهبة ديالي هي موهبة الإلقاء والخطاب. إلى جانب هاد الموهبة عندي موهبة التمثيل. بدات عندي هاد الموهبة منين كنت صغيرة، كانوا لي بروف ديالي عزيز عليهم لا بريزونطاسيون ديالي لي بروجي لي كندير، لي بارون ديالي والأخ ديالي كيشجعوني بزاف، تقريبا العائلة ديالي كاملة. جيت نشارك في برنامج وليدات بلادي حيت بغيت نوصل لجميع الاطفال انهم الا كانت عندهم موهبه صغيره يحاولوا ينميوها حتى تكبر. اللي جا معايا هو خالي اللي كنوجه له التحيه من هنا وكنقول له شكرا بزاف. استقبلوا معايا الله يخليكم هبه. مرحبا بك بنتي، نهار كبير هذا. شكرا. جيتينا من مدينة إموزدار، وتحية كبيرة كبيرة الناس ديال إموزدار إفران، بارك الله عليكم. شنو جيتي تقدمي لينا اليوم؟ جيت اليوم نبين الموهبة ديالي اللي هي موهبة الإلقاء. الإلقاء أو التقديم. التقديم، تقديم البرامج. إن شاء الله غادي تولي إن شاء الله شي مقدمة كبيرة، أنا متأكد. إن شاء الله. فوقاش اكتشفتي الموهبة ديالك؟ منين كنت صغيره كانوا لي بروف ديالي كيعجبهم لا بريزونطاسيون ديال لي بروجي اللي كنديروا، وسي شاركت في مسابقه ديال جمعيه افران اللي جيت في المرتبه الثانيه. شاركت في مسابقات اخرى بحال مسابقه دار القران، كيعجبهم الاساتذه ديالي كيفاش كنقدم لهم الحفلات وكيفاش كنقدم لهم الاشياء اللي بغاو يديروا. وشنو هي الحاجه المميزه اللي فيك اللي خلاتهم هما تثير انتباه ديالهم؟ الزعيمه وما كنخافش. ياك صافي مزيان، هادشي اللي كيعجبني، برافو عليك. حيت اي واحد خاصو يطور راسو، خاصو يكون زعيم، ما خاصوش يكون تيحشم بزاف، يكون الحشمه الاخلاق والادب هذوك بوحدهم، ولكن خاص الواحد يزعم باش يطور راسو. كيفاش كتعاملوا العائله ديالك باش يطوروا هذه الموهبه هذه؟ كيشجعوني بزاف، سورتو ماما وبابا، حتى هو كيقول لي بنتي ما تخافيش، دونك حققي داكشي اللي بغيتي، ما تديها حتى شي واحد، دونك ديري داكشي اللي قال لك راسك انت باش من تما تطوري اي حاجه بغيتي. وحتى خالك اللي جا معك اليوم حتى هو تيشجعك ياك. نهضروا معاه. سي الحسين السلام عليكم. عليكم السلام سي حمزه، تحياتي لك. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك قد سي حمزه. سي حسين، بغينا نعرفوا كيفاش كتجيك هبه في الحياه، يعني في الحياه معاكم في العائله. هبه هي الطفله المحبوبه بالنسبه للعائله، واللي كيعجبني فيها هي الاصرار ديالها في ميدان التربوي ولا حتى في الحياه العامه. ملي كتبغي شي حاجه كتخدم عليها حتى كتوصلها. كذلك طموحه، عندها طموح وعزازين عليها المقالات الاعلاميه وكتتبع، خاصة في العمل الجمعوي ولا في الأنشطة داخل المؤسسة ديالها. تبارك الله ما شاء الله. وكيفاش انتم كعائلة ديالها كتطوروا هذه الموهبة ديالها؟ أولا كنحاولوا نعطيوها واحد الحرية في الاختيار، تختار شنو بغات وتوجيه. حنا كنوجهوها منين كتلتجأ لينا كنوجهوها. وكيفاش كتوفقوا ما بين الدراسة وتطوير هذه الموهبة هذه؟ هي موهبه داخله في صلب نيت ما هو تربوي، دونك ما كاينش اشكال بالنسبه، لان الموهبه اللي عندها بالعكس تخدمها في ما هو تربوي، تقدر تمشي بعيد وتختار للحياه ديالها واحد المسار اللي يكون ان شاء الله مشرق. شكرا لك سي حسين، وشكرا اللي جيتوا عندنا من إموزدار. الله يجازيك بخير. شكرا. انا متحمس بزاف انني نشوفك كديري الالقاء ديالك وتقدمي الموضوع ديالك. تفضلي مستعده؟ يلا عافاكم تحت التصفيقات ديالكم، هي باغا تقدم لنا العرض ديالها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقاتي أصدقائي، مرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن موضوع ضروري في حياتنا الشخصية، والذي هو الآلات الإلكترونية. سوف نتعرف بعض إيجابياتها وبعض سلبياتها أيضا. إخواننا أصدقاؤنا ونحن أيضا أثرت علينا الآلات الإلكترونية، ليس في تصرفاتنا فقط بل في طريقة كلامنا وطريقة معاملتنا مع الآخرين. الآن سنتعرف بعض إيجابيات الآلات الإلكترونية. أولا، ترفع مستوى المهارات الأكاديمية مثل الطباعة والبحث. ثانيا، ترفع مستوى المهارات الذاكرة
ثالثا تعرف اللاعب على العالم المحيط به وعلى بيئات جديدة. من بين هذه الإيجابيات كلها فهناك سلبيات أيضا. أولا تؤدي إلى الانفصال عن الحياة الواقعية لدى الأطفال. ثانيا تنمي مهارات وأفكار حول العنف. ثالثا تؤثر بشكل سلبي على نظر الأطفال. فبهذا صديقاتي وأصدقائي فإني أنصح الآباء والأمهات على مراقبة أطفالهم أثناء لعبهم بالآلات الإلكترونية وتحديد مدة معينة يوهب فيها استخدام الآلات الإلكترونية. وشكرا. تبارك الله عليك. شنو كتحلمي تكوني ان شاء الله؟ بغيت نكون طبيبه متخصصه في القلب والشرايين، وانا بغيت ان شاء الله فاش نكون في المستقبل ندير واحد لوبيتال نعاون دوك اليتامى والمساكين اللي دابا ما كيلقاوش الفلوس باش يديروا دوك العمليات القلب وكيخسروا حياتهم. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. حنا كنفتخروا بك وكنفتخروا بالاطفال مثلك. شكرا لك بزاف بزاف بزاف، عجبتي قعلي الله يخليكم. شكرا لك بزاف. استقبلوا مشاهدي الكرام الموهبة الثانية ريان، ولكن قبل ما نستقبلوا معنا في البلاطو نمشيو نشوفوا واحد البورتري خفيف عليه ونرجعوا. خليكم معنا. نيتي ريان وريم من مدينة خنيفرة، عندي 11 عام. منين كانت عندي عامين وانا كنرسم تعجبني الدراسة الواقعية حيت كنرسم فيها كاع الاشياء اللي هما واقعيين بحال الطبيعة ديال المدن بحال الانهار بحال الحيوانات. اول جوج ناس عاونوني هما ماما وبابا، خصوصا ماما حتى هي استاذه ديال التربيه الفنيه كتعاونني. الحلم ديالي هو انني نولي عالم اثار باش كاع دوك المستحفات اللي مازال ما طاروا للبشريه انا بغيت نجبدهم ونوريهم للانسان. جيت البرنامج وليدات بلادي باش نوري لكاع الناس الموهبه ديالي، وانا كنشكر بابا بزاف حتى جابني لهذا البرنامج. الله يخليكم. استقبلوا معايا ريان. كيفاش ريان؟ لاباس. لاباس عليك؟ لاباس. حنا فرحانين بزاف انك تكون معنا اليوم وجيتينا من مدينه خنيفره. اه تبارك الله عليك، تحيه كبيره كبيره للناس ديال خنيفره. شنو جيتي تقدم لنا اليوم؟ جيت نقدم لكم لوحه. شكون اللي كيعاونك انك تتعلم الرسم وانك تطور الموهبه ديالك؟ ماما هي الاولى حيت هي استاذ ديال التربيه الفنيه وكانت كتعاوني ملي كنت عندي عامين، كانت كتعطيني الاوراق وكنت كنرسم. ريان شكون اللي جا معاك؟ جا معايا بابا. بغيتي نهضروا معاه؟ اه. سي بوجمع السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. الله يحفظك. الله يخلي لك ريان. وبغيت نسولك الى كان ممكن كيفاش كتطور الموهبه ديالو في الرسم؟ هو ريان مني كان صغير وعنده معاه هادشي ديال الرسم والتشكيل، خصوصا منين امه استاذه ديال الفنون التشكيليه كانت كدير هي شي اعمال تيكون معها وكتعطيه يشتغل حتى هو في الجنب ديالها، وتنمت عنده هاد الموهبه هادي. زيد على الاساتذه ديالو، وبالمناسبه كنحييهم من هنايا من هاد المنبر. وتا حنا كنحييو جميع الاساتذه في جميع المجالات وجميع المستويات. شكرا لكم بزاف على شنو كديروا لنا، الله يخليكم لنا. سي بوجمع، كيفاش كدير باش توازن ما بين الموهبه ديال ريان والقرايه ديالو؟ لان مهمه هاد النقطه هادي. احنا كنركزوا ليه على الدراسه باعتبارها بانه هي الاساس، وفي نفس الوقت كنطوروا ليه الموهبه ديالو من خلال الام ديالو ومن خلال بعض الاساتذه ديالو حتى من خلال المشاركه في بعض المعارض الى غير ذلك. تبارك الله عليكم، والله يخلي لكم ان شاء الله وتشوفوا كما بغيتوا، نشوفوا ان شاء الله عالم اثر كبير. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا سي حمزه. الله يطول عمرك. حفظك الله. سريان انا متحمس انني نشوف شنو غتقدم لنا وشنو غترسم لنا اليوم. مستعد؟ مستعد. يلا عافاكم تحت الصفقه ديالكم. ريان غيدير لنا الرسمه ديالو. ريان مين كترسم كتبغي يهضر معاك ولا كتبغي تكون كونسونطري؟ سولني الا بغيتي. ماشي سولك. سولك اخويا، علاش في الاول درتي المسطره الوسط قسمتي الورقه على جوج؟ حيت غادي حيت خصني ندير الجبل باش عاوتاني ندير جبال صغار وعاوتاني نزيد واحد الخط باش ندير النهر. تبارك الله عليك. يلا خليك تكونسونطرا
أبدع. طبعا بدا نسبغ. دابا بدا تسبغ من الفوق وهابط. ياك؟ كيعجبك ترسم المناظر الطبيعية ولا ولا كتفضل مرة مرة تبدل؟ أنا كنبدل شي دائما. شحال كياخذ لك طابلو تقريبا باش ترسمو؟ الطابلويات الكبار يومين والصغار بحال الكبار يومين. يومين حيت ترسم وتوقف، ترسم وتوقف ولا كتبغي تبدا الطابلو ما تساليش؟ نبدا الطابلو ونوقف شويه حيت غادي يضرني يدي. برافو عليك. راني نسولك في العطلة واش كدير نشاطات أخرين ولا كدير غير الرسم؟ كندير نشاطات أخرين، كنرسم، كندير المطالعة، كنتلو أنا وأختي شي مسرحيات بعض المرات، كنكتبو الشعر بجوج، وشي مرات كنخرجو خرجات، وشي مرات كيديني بابا لواحد طريق مستوية كنلعب فيها لي غولوغ بيكا على كرة. تبارك الله عليك، مزيان بحالك كتعمر وقتك. عافاكم صفيقات حارة على ريان. تبارك الله راك مبدع ما شاء الله عليك. علاش كتختار الالوان شويه مغلوقه ما كديرش طابلوات فيهم الوان مفتوحه؟ النباتات كيكونوا شويه الخضر عندهم يعني كيكون زرق غالب على الصفر باش كيعطينا واحد الخضر زوين كيكون شويه غامق. هذه درتيها بحال ديال الكوشي الصولي بحال الغروب ياك؟ تبارك الله عليك، هذا طابلو زوين بزاف تبارك الله، وغادي نحتفظوا به. ناخذوه ولا بغيتيه؟ باش يبقى عندك. صافي غادي يبقى عندك. شكرا لك بزاف حيت جيتي عندنا، وما كرهناش دوز شي رساله للوليدات اللي قدك باش هما يستافدوا منك. هاي الكاميرا ديالك حبيبي. انا كنصح كاع الدراري الصغار اللي عندهم الهوايه ديال الرسم انهم واخا مثلا يخطئوا ولا يخسروا اللوحه ما يستسلموش ويكملوا اللوحه ديالهم، ومع السنوات غادي يوليو محترفين في الرسم ان شاء الله. ان شاء الله. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف ريان اللي كنتي معنا. اجي نعنقك. وتهلا في راسك بزاف وكمل في الموهبه ديالك وقرايتك مهمه. صافي يلا صفقوا على ريان. شكرا بزاف. الموهبة الثالثة اللي عندنا في هذه الحلقة محمد، قبل ما نستقبلوا معنا في البلاطو مشوا نشوفوا واحد البورتري خفيف عليه ونرجعوا، خليكم معنا. يخليك ليلي يا غزالي نطير معاك في لالالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. السلام عليكم، اسم ديالي محمد مشاهد، عمر ديالي 14 سنة، جئت من مدينة الدار البيضاء. الموهبة ديالي الغناء تعلمتها غير في البيت وسط العائلة، حيت الأم ديالي الله يرحمها كانت عزيزة على هاد الموهبة. كان ارتاح في الغناء وكنغني غير المغربي وبعض المرات الشرقي. الحلم ديالي هو نكون مغني او حارس مرمى. جيت اليوم عند حمزه البرنامج وليدات بلادي باش نوريه الصوت ديالي والموهبه ديالي، ونتمنى يعجبهم صوتي. استقبلوا معايا عفاكم محمد. كيف داير ولدي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. كلشي بخير؟ لاباس. شنو جيتي تقدم لينا حبيبي؟ أغنية تتغني؟ أنت الموهبة ديالك الغناء؟ لا، عندي غير هواية، أنا موهبة قول كتحبس؟ صح شوية نحبس أنا وياك، صافي. صح. شوف واش تحبس مزيان. تعجبك كرة قدم؟ إين فريق كيعجبك بزاف؟ الماس. الماس، تحية للفرقة الماس، وتحية للفرق الكامل المغربية. شنو كتحلم تكون ملي تكبر إن شاء الله؟ حارس مرمى. حارس مرمى، وكتلعب شي فريق دابا ولا لا؟ اين فريق؟ نادي شباب الرحمه. تبارك الله عليك، واغتبر في هذه القضيه وخليك ان شاء الله شاد فيها وغادي توصل لداكشي اللي بغيتي. وشنو في القرايه، كيفاش كتحاول توازي ما بين القرايه ما بين الكره وما بين الغناء؟ القرايه كنزبقها بعدا هي الاولى. برافو عليك. ولا بقى لي شي وقت اخويا كندوز كره ولا
الغناء تقدر تغني في انت غادي في الطريق تغني في اي مكان تبارك الله عليك. وشكون اللي تيساعدك انك تطور هذه الموهبه؟ خالتي وبناتي ملي كانوا كيعاونوني كيصوروا فيديوهات كيحتفظوا بهم كيوريوني كيعلموني بزاف الحوايج على الموسيقى. انت عايش مع خالتك في الدار البيضاء؟ جيت باش نقرا ونبدا مزيان. كنتي في فاس قبل وجيتي لكازا؟ مزيان ومرتاح دابا في كازا؟ كلشي مزيان الحمد لله. لا عندك صحابك في كازا؟ عندي صحابي في كازا كنلعبوا كنشطوا كنفرحوا. وصحابك كيشجعوك كتغني حداهم؟ عمرك وقفتي حدا صحابك كانوا مجموعين وغنيتي حداهم؟ دائما مثلا كنمشيو للجردة كنجمعو كنبداو نغنيو واخا ما كنعرفوش نغنيو كنبداو نغنيو صافي كنشطو مع بعضياتنا. وكاين تبارك الله عليك. نشوفو نسمعو شي حاجة من صوتك؟ يلا شنو غتغني لينا؟ كان طريقي بين أغنية مهدي مزين. مهدي مزين تحية كبيرة لمهدي مزين، صفقوا على مهدي الله يخليكم. هاك حبيبي يلا جلس جلس معايا الكاميرا ديالك خذ راحتك. كان طريقي بين أنا اللي ضيعتو يندمتي أنا على كاع اللي درتو ريسكيت بحياتي واللي نبغيهم وتبعت أنا رايي والتاني عليهم شوقت لبويا وامي بوسيديهم يا ناوى على حسرة يا ناوى على حسرة وحالي حال الطير رزق السولو لجناح فرق اسمه وطاح وحالي كي الغريب مغرب على الافراح محال في يوم يرتاح وحالي حال الطير رزق السولو لجناح فرق اسمه وطاح وحالي كي الغريب مغرب على الافراح مو حال في يوم يرتاح كان طريقي بيان انا اللي ضيعتو يندمتي انا على كاع اللي درتو رزقيت بحياتي واللي نبغيهم وتبعت انا رايي والتاني عليهم. تبارك الله عليك تبارك الله صوتك زوين بزاف عندك واحد البحه رائعه وحسيت بك انك حاسس بالكلمات. حاجه هاد الكلمات سالم التعبير وحاجه كيعبروا ان واحد كان ما كانش مع والديه وتشوق لموبا يشوفهم ويحضنهم وتهم يحضنوا. ما جيتيش بوحدك؟ لا جات معك خالتك. لاله حكيمه السلام عليكم. وعليكم السلام سي حمزه. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله طول عمرك. مرحبا بك شفناك متأطرة مالك؟ لأن محمد يتيم الأم هو أصل مأثر بهذه الأغنية وسيرية بزاف. الله يرحمها في هذا النهار ويوسع عليها. وانت دابا هي الأم ديالو عندك واحد الأجر كبير أنك محتضناه وعايش معاك وشكرا لك بزاف على الشيء اللي كديري لمحمد. الحمد لله الحمد لله. شكرا سي حمزه. شكرا لك بلا ما نطولوا عليك نخليوك ترتاحي. شكرا حيت جيتي عندنا وحنا الشرف لينا تجي عندنا. انت شكرا الله يرحمها في هذا النهار يا ربي ويوسع عليها وان شاء الله تكون قبرها روض من رياض الجنه ان شاء الله. امين يا ربي امين. شكرا سي حمزه وكنشكر هذا البرنامج ديال وليدات بلادي اللي جاوا الاطفال من طنجه للقويره باش يبينوا على المواهب ديالهم. شكرا بزاف. شكرا لكم مرحبا والف مرحبا. شكرا. نبدلوا الجو شويه جربناك في الموسيقى عرفتي فاش نجربك دابا فاش في الكوره. كوره يلا نوض نوض حبس قول يا هلا محمد. يلا انت مستعد؟ مستعد. شوف انا راه عندي مع كوره. يلا سير واخا نقول صغير ياك. ماشي مشكل يلا. كيف يلا سير ماشي ايش ايش ايوه تبارك الله عليك. لا سير تبارك الله عليك برافو عليك. لا كاينه اجي عندي كاينه اللمسه ديال الجول وكنتمنى لك التوفيق والله يرحم الوالده في هذا النهار. امين. وانت دابا اللي واجب عليك واللي خصك دير هو انك ترجع فيغ دو توا تكون مفتخره بك داكوغ قرايه الاولى بلا ما نوصيك ومن بعد المواهب ديالك طورها وتوصل داكشي اللي بغيتي وحنا فرحانين كنتي معنا. شكرا. يلا وعنق. شكرا لك صفقوا لي على محمد تبارك الله عليك.
نستقبلوا مشاهدينا الكرام الموهبه الاخيره في هذه الحلقه اللي هي جنات، ولكن قبل ما نستقبلوها نشوفوا واحد البورتري خفيف عليها ورجعوا بقوا معنا. الاسم ديالي جنات حبيب، سن ديالي 7 سنوات، جيت من مدينه الدار البيضاء. انا عزيز عليا التمثيل حيت كنلقى فيه راحتي وكيعجبني. الحلم ديالي منين كبر عامده شرطه وممثله. خويا هو اللي كيصورني، كيبقى يشجع عليا، كيلوح ليا فيديوهات في تيك توك. اليوم جيت لوليدات بلادي باش نوريكم الموهبه ديالي وكنتمنى تعجبكم. استقبلوا معايا جنات. كيدايره بنتي؟ لاباس. عجبني الستيل اللي لابسه، شكون اللي لبسك؟ مام. واش عجبك الستيل؟ كيعجبك؟ اه. تبارك الله عليك، الله يخلي لك ماماك. امين. شنو جيتي تقدمي لنا اليوم؟ اليوم بغيت نقدم لكم دور النميمه. الحرام علينا الله ما خصناش نديرها. تبارك الله عليك، النميمه حرم علينا الله ما خصناش نديروها. شوف تبارك الله كي خرجت من هذا الفويه معافك صفقوا لي، الله يخليكم على جنات. غادي ديري اتمثلي. غادي ندير دور الراجل ودور المراه. اها. على موضوع النميمه. نشوفوا الشو ديالك ولا نهضروا مع ماما قبل، شنو بغيتي؟ تنسالي. تنسالي الشو، يلا، غادي نشوفوا العرض ديالك دابا، تفضلي، تصفيقات حاره عافاكم على جنات، غادي نشوفوا تلبسوا الاكسسوار ديالها وغادي نمشي. ريان وريان، سير انت وخوك لعبوا حدا باب الدار بما نقديش غلاتي. غدا طيبتو، الدار قربت نجمعها، الدراري صيفطتهم يلعبوا، إوا نوض نشوف إلا لقيت شي تبرقيقة. العليان كي دايرة الميمة؟ الله يالله. خديجة وكي دايرة؟ لاباس بخير؟ جلابة جاك زوينة. منين جهز الزين؟ العام اللي جا ويا لابسه نفس الشكل. راه هي فاطمه فين جايه؟ وفاطمه انت كي دايره؟ لاباس بخير؟ الخبز الزوين اللي غدا به الفران. منين جهز الزين؟ سد كريسه ما تعرف ليها. وسعيده اكي دايره؟ لاباس بخير؟ مبروك نجاح العزبه، ديري لينا الزرده. الزرده هي اللي بقات، حتى النجاح ما نجحها غير دافعينها. غديري الدور الاخر؟ اه. الا لا، واش ما كتعياش؟ ريحه الشياط غداك واصلت الراس الدرب، ولادك ليحان في الزنقه، دارك ما جا معاهاش، او تاني رجعتي لتبرقيك. الله حرم علينا النميمه وما خاصناش ننمو في عباد الله، هذوك اللي كتنمي فيهم عصيبو غداتهم ووصلوا ولادهم، وانتي تبقاي تنمي تنمي تنمي. انا بعدا غادي نخليك منك الله سبحانه. تبارك الله عليك يا بنتي، الله يحفظك. شكون اللي تختار معك المواضيع؟ ماما. نهضروا مع ماماك؟ واه. لالا خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام خويا حمزه. مرحبا والف مرحبا. ربي يخليك، الله يكبر بك. الله يخلي لك البنيته ويحفظها ان شاء الله. امين يا ربي. كيفاش اكتشفتي الموهبه ديالها مدام؟ مني كانت عندها تقريبا شي 3 سنين، كانت كتكون تلعب، كتشد المونيكه ديالها، كتبدا تهضر معاها، كتبدا تلعب بها هكا. شويه كيجيو عندي الناس ولا شي حد من العائله ولا باباها ولا هادي، وكتبدا تقلد فيه وتعيف ديك الهضره اللي كيقولوا. وكانت الافلام المغربيه كتبغي تفرج فيهم بزاف. تبارك الله عليها، الله يحفظها. الله يبارك فيك. وكيفاش كتعاونيها باش توازني ما بين الموهبه ديالها تطورها وفي نفس الوقت القرايه؟ انا اول حاجه كنركز عليها هي قرايتها. يعني كنوريها بانها راه لما كانتش القرايه راه ما يمكنش توصل واخا في هذا الميدان. صح، والله يخليها عليكم ان شاء الله. شوفيها كيما بغيتي ومرحبا بكم في اي وقت. وشكرا اللي شرفتونا. الهلا يخطيك. الله يطول عمرك. شكرا جنة، تبارك الله عليك، كنتمنى لك التوفيق. امين. بغيتي تقولي شي حاجه للوليدات اللي كيتفرجوا فينا؟ يلا هاي الكاميرا قولي لهم. كنتمنى ان اي دري صغير ولا درية صغيرة أنهم يتابعوا الهواية ديالهم، وكنتمنى من أي أم ولا أب
يخلي ولدو في اي حاجه بغاها، يدير اي حاجه بغاها. تبارك الله عليك، شكرا لك بزاف كنتي معنا اليوم، عجبتي حاجه نعلقك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا بنتي، شكرا لك بزاف. شكرا لي على جنات. شكرا لكم مشاهدي الكرام انكم تبعتوا معنا هذه الحلقه، نتمنى انها تكون عجباتكم وعجبكم الوليدات والمواهب اللي كانوا معنا. نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل في نفس القناه في نفس الوقيته. الله يخليكم لنا. السلام عليكم.